اجتمع وزير الخارجية سامح شكري بمستشار الأمن القومي الأمريكي الجديد هيبرت ماكماستر في واشنطن. وقال المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية المستشار أحمد أبو زيد في بيان له اليوم إن شكري قدم خلال الاجتماع عرضا شاملا لتطورات الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية والسياسية في مصر، متناولا عناصر برنامج الإصلاح الاقتصادي والاجتماعي. ويعد الاجتماع هو الأول لماكماستر الذي جاء خلفا لمايكل فيلن مع مسؤول أجنبي منذ تولي مهام منصبه الأسبوع الماضي.